تعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته لنا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين تجولنا في تعز مستمر لنتعرف على طبيعتها وما تسحر به الأرض من مناظر خلابة كما سنتوقف وإياكم على قصص تحكي الجهود المجتمعية للوقاية من الأمراض المعدية فأهلا بكم تشاهدون في هذه الحلقة مبادرات مجتمعية تنشط في تعز للإسهام في مواجهة كورونا والمليكي مواجهة الوباء تتطلب جهودا كبيرة الأمطار الغزيرة تسقي أرض الكلائب بالمعافر ومزارعون يستبشرون بموسم الخير لتبديد المخاوف وكسر الاحتكار شاب في تعز يحول مشغله الخاص بخياطة الفساتين إلى معمل لإنتاج كمامات طبية مشاهدينا مع تخوف الشارع في تعز من إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا في ظل تسجيل دول مجاورة للعديد من الحالات المصابة ظهرت على الساحة مبادرات مجتمعية للعمل في إطار جهود المجتمع لمواجهة الوباء والوقاية من مخاطره هذه المبادرات التي لقيت ترحيبا من قبل المواطن جعلت الشارع يتساءل عن دور السلطة المحلية ومؤسسات الدولة في مواجهة الوباء والتصدي له هذا معطى من قراءة لأحد أجهزة الكشف المختصة بقياس درجة حرارة الفرد والتي تستخدمها الطواقم الطبية والصحية العاملة في المدخل الجنوبي لمدينة تعز ضمن الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إجراءات بدا أنه تم العمل بها بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة غير أنها بدعم وتوفير من مبادرات محلية بهدف الإسهام المجتمعي للحفاظ على تعز خالية من الوباء ما فيش أي حالة إصابة والإحصائية تمام الحمد لله لدينا فريق متكامل من أطباء وممرضين وصيادلة والعدد 24 فريق متكامل 24 مقسمين إلى فترات الفترة الصباحية والفترة المسائية والفترة الليلية على مدار 24 ساعة قياس درجة حرارة الفرد يعد أولى الاختبارات لتحديد حالة الشخص وتأكيد سلامته لذا كان لزاماً على كل العابرين من نقطة الهنجر وهي المنفذ الوحيد السالك المؤدي إلى مدينة تعز المحاصرة الخضوع لمثل هكذا فحص وهو الإجراء الذي لا تمايز فيه على أساس النوع أو العمر ما حدا بالقائمين على المبادرات إلى القيام بتوفير كادر من العاملات الصحيات للقيام بالكشف على العوائل والنساء الوافدات إلى المدينة نحن الفريق الفحص الطبي في منفذ تعز في نقطة الهنجر نقوم بالقياس عن درجة الحرارة للكشف عن فيروس كورونا للأشخاص الداخلين للمدينة قياس درجة الحرارة لكل شخص داخل إلى تعز نقيس حرارته إن كان في 38 شوية نطرح شوية يرتاح لأثر السفر شوية يرتاح نقيسه مرة ثانية مرة ثالثة للتأكد تكتسب جهود الفرق الصحية عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز أهميتها من كونها تحصين للمدينة وسكانها من أي فيروس غريب وافد بالمقابل فإن جهوداً أخرى لا تقل شأناً عن سابقتها بذلت داخل المدينة وتمثلت بمبادرات طوعية لشباب وفتيات تعز وتنفيذ حملات استهدفت أحياء وشوارع المدينة
وتنوعت هذه الحملات بين إعلامية تثقيفية من أجل توعية الناس من خلال سيارات تجول الشوارع المزدحمة بمكبرات الصوت، إضافة إلى توزيع الملصقات والبروشورات المتضمنة تعليمات للتعريف بمخاطر وباء كورونا وطرق الوقاية منه. كما قام بعض أعضاء المبادرة بعمليات رش لمركبات النقل بمواد معقمة ومنظفات صحية. وحدة الطوارئ في مؤسسة معكم التنموية تدشن اليوم تعقيم الباصات وتعقيم الأماكن من فيروس كورونا الفاتك الذي فتك بكثير من الشعوب في مختلف الدول العربية وغيرها. ينظر الشارع في تعز بكثير من التقدير إلى إسهامات المبادرات وجهود المؤسسات المجتمعية في عملية التوعية والترصد لوباء كورونا، غير أنه يؤكد أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع في المقام الأول على عاتق مؤسسات الدولة، ليكون دور المبادرات المجتمعية دوراً مكملاً ومسانداً فقط. وللإطلاع على الجهود الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، يسعدنا أن يكون ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور مختار المليكي، نائب عميد كلية الطب وعضو اللجنة الطوارئ بالمحافظة. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا بكم. هل كيف تنظرون للمبادرات المجتمعية التطوعية وجهودها في عمليات فحص الداخلي لمدينة تعز والقيام بعمليات التعقيم والرش؟ هل هذه الجهود كافية وهل من تنسيق معكم في اللجنة بخصوص هذه المبادرات؟ كافية؟ ليست كافية، هناك جهود كبيرة مطلوبة. تنسيق تم على مستوى ربما لم يكن بالشكل المطلوب، لكن يعني كانت جهود إلى حد ما أفضل من لا شيء. المكافحة أو الوقاية أو أعمال الرش وأعمال النظافة هي أعمال مصاحبة للأعمال الأساسية في المكافحة. مكافحة الوباء عملية أكبر بكثير من مجرد وجود رش. نحتاج إلى عمل أو خطة واضحة للمواجهة تكون فيها المبادرات المجتمعية والجهود الشعبية تكون مصاحبة. لكن تتحدث عن جهود مجتمعية، ورغم هذه الجهود المواطن في تعز يعتبر المسؤولية بدرجة أولى تقع على عاتق السلطة المحلية ومكتب الصحة. ما الذي أعددتموه في هذا الجانب لمواجهة يعني هذا الفيروس الذي بات اليوم يجتاح العالم؟ الإجراءات التي تتم الآن داخل تعز هي إجراءات إلى حد ما يعني جيدة. هل هي عند مستوى الخطر؟ لا، هي يعني على المستوى الوضع البلد ووضع تعز الآن هي جيدة، أو نستطيع أن نقول أنها مقبولة إلى حد ما. هناك نقص في كثير من الجوانب أو في عدة جوانب يحتاج أو في طريقه إلى أن تصل بعض المستلزمات والأدوات. السلطة المحلية ومكتب الصحة يقوم بجهد، طبعا من أهم الجهود هو أنه نحن مثلا في اللجنة الفنية عبر فرق الترصد الوبائي وفرق الاستجابة السريعة على مدى 24 ساعة هناك عمل مستمر ومراقبة لكل المنافذ وكل المداخل وكل الحالات اللي يبلغ عنها من كل المراكز والمستشفيات. نعم. وهناك كمان يعني فرق استجابة تنزل فيها حتى في أي وقت سواء في الليل أو في النهار يتم يعني نزول هذه الفرق وتتوجه إلى الأماكن اللي تم منها البلاغات، نستلم منها البلاغات في حال اشتباه بحالة حميات. ولحد الآن كل الاشتباه اللي حصل أو كل الحالات اللي يبلغ عنها يتم فحصها أو يتم التأكد ويظهر بأنه ليس هناك حالات كورونا داخل تعز حتى الآن. لكن دكتور، عملية التوعية ليست ربما تلقى اهتمام كبير خصوصا في ظل هذا الوضع، ربما المواطن في تعز لم يعني في وضع لا يتقبل خطورة هذا الوباء، ما هو دوركم أنتم كلجنة طوارئ ليستشعر المواطن هذا الخطر وبالتالي يلتزم بالتعليمات اللازمة للوقاية من هذا الوباء؟ كان أول واحد من خطوط المواجهة كان أنه لازم أن نعمل بشكل منظم في مجال نشر الوعي، ونشر الوعي لا يعتمد فقط على موضوع الملصقات أو بعض البروشورات اللي توزع،
نشر الوعي. أنا لازم أقول للناس لماذا أنا بحاجة إلى تطبيق حظر صحي وتقليل حركة لحركة السكان، لأني لا أمتلك أي وسائل أخرى. أنا أمام مرض المسبب فيه غير معروف بشكل كامل، هو معروف أنه هو يعني كورونا كوفيد 19 وبعض الخصائص، لكن هناك خصائص خاصة بسير المرض، سير عملية إحداث المرض ليست واضحة بالشكل الكافي، وهذا طبعا على مستوى العالم. نعم. في سرعة انتشار عالية، نسبة إماتة أو إحداث وفاة عالية، لا توفر لقاح، لا توفر علاج ناجع. إذا أنا أمام خمس خصائص لا أستطيع أمامها إلا أن أتصرف في مجال البريفنشن أو الوقاية. نعم. وهذه نقطة قوة بالنسبة لنا في اليمن، أنه ليس هناك حالات، وبالتالي موضوع الوقاية ما زال بأيدينا. لكن ما دور الوقاية؟ هناك مثلا جهات معنية في مقدمتها وزارة الصحة، ما دورها ولماذا هي غائبة في هكذا معركة للوقاية من فيروس كورونا بأكبر محافظة كثافة سكانية في اليمن؟ سأضيف نقطة بس بأنه لما أتكلم عن فيروس بهذه المواصفات اللي قلتها من شوية، أنا أتكلم عنه الوسيلة الوحيدة أنه الناس يجب أن يعلموا أو أن يفهموا ما معنى أن أقول قلل الاحتكاك بالآخرين، حظر، يبقي في المنزل، اغسل يدك باستمرار، نعم، البس وسائل الوقاية الشخصية إذا كنت محتك بأشخاص عادوا من سفر، لأني لا أمتلك وسائل أخرى للوقاية. الوسيلة النقطة نقطة القوة في الوقاية هو أن يلتزم المواطنون بالتعليمات، غسل الأيدي، ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، ومنع الاحتكاك بالآخرين، وخاصة إذا كان هذا إذا كان الآخر شخص قدم من سفر أو من بلد يعني منتشر فيها المرض. بالنسبة للجهود في وزارة الصحة، هناك جهود تقام يعني في مجال الاستقصاء، وفي مجال الترصد، في مجال توفير أماكن أو محاجر للناس المشتبهين، في توفير أماكن عزل، في تعز يعني ربما أنه العمل يمضي في تجهيز محجرين وتجهيز منطقتي عزل كامل، وإن شاء الله سيكون إنهم جاهزين خلال يومين هذه تكون جاهزة هذه الأماكن. هل الأجهزة الخاصة بعملية الفحص الفيروس يعني موجودة متوفرة حاليا؟ الجهاز موجود في تعز، جهاز بي سي آر متوفر في المختبر المركزي، ولدينا كوادر ممتازة في المختبر المركزي وقادرة على أن تقوم بأعمال الفحص. تدريب في مجال أخذ العينات، يتم تدريب مجموعة من الشباب أو مجموعة من المتطوعين ومجموعة من الكوادر على كيفية أخذ العينات في حال اشتباه في مصاب. الأدوات يعني وصل تعز، يعني كان بالأمس بالأخ المحافظ قال بأنه سيصل بالأمس يعني أول محاليل يمكن تستخدم لموضوع فحص الكوفيد 19 عن طريق البي سي آر. لكن هذه الإجراءات يعني تأخذنا إلى نقطة مهمة، وهي أسواق القات. لماذا التباطؤ في تنفيذ قرار توزيع هذه الأسواق التي تعد بؤرة للإزدحام وبالتالي انتشار الوباء بشكل غير مسبوق ربما لا قدر الله في حال وجد، لماذا هذا التباطؤ؟ أنا بالنسبة لي شخصيا أقول بأنه ربما أن الطريقة ليتم فيها عملية يعني غلق هذه الأسواق ربما لم تكن هي الطريقة المثالية. لكن هناك اعتبارات، يمكن الأخوة في السلطة المحلية وبقية الإدارات هم أعلم الناس بالموضوع، إنما نظل نشدد على الموضوع بأنه أي مكان تجمع للناس هو مركز خطر. أي مكان تجمع للناس، أسواق مثل ما كان في المساجد برضو، مثل ما نقول في المؤسسات، في الـ في الـ في الـ في المراكز التعليمية، في محلات بيع الملابس أو محلات الأسواق اللي هي الرئيسية داخل تعز المكتظة، الأسواق العامة، هذه كلها مراكز خطرة، في حال إصابة ستكون مصدر خطر يصعب السيطرة عليه. إذا نتمنى أن تصل هذه التعليمات والنصائح إلى المواطن. الدكتور مختار المليكي نائب عميد كلية الطب وعضو لجنة الطوارئ بالمحافظة، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لكم. مرحبا بكم من جديد. تشتهر أرض الكلائبة التابعة لمديرية المعافر بتعز بأرضها الخصبة التي تناسب زراعة العديد من المحاصيل، ويعتمد أبناء هذه المنطقة على الأمطار الموسمية في زراعة الأرض التي يكثر فيها النبات وتكسوها الخضرة الدائمة. نتابع. كانت السحب تضللنا
وقت كنا نعيش اللحظة ونحن نسير على هذا الطريق في ترحال أريد له أن يكون باكراً للتطواف بأرض تعز الواسعة. منطقة الكلائبة، وهي من عزل مديرية المعافر، أولى المحطات التي توقفنا بها في رحلة لما ينتهي مشوارها بعد. جئناها إثر ليلة ماطرة، حدثنا عنها الأهالي وقالوا مما قالوا إنهم باتوا على وقع هطل غزير استمر لساعات حتى فجر هذا اليوم، وما إن أصبحوا إلا وقد سال الماء وجرت أودية، ليستبشر الناس بخير مع بداية موسم زراعي جديد. تستفيد منطقة الكلابية من مياه الأمطار، من السيول، من الأعبار، لديهم الخزانات الزراعية. الآن هو موسم الربيع، بعدين يجي موسم الخير في بعد رمضان، موسم الحراثة والبذر. الكلائبة عبارة عن أرض ممتدة منبسطة في أغلبها، تمتد من منطقة البيرين جنوباً وحتى مديرية المصراخ شمالاً، وتتشكل هذه العزلة من قرى وتجمعات سكانية، أهمها قرى المقطرية والوجد والجرجور والراكزة والبويب والديرة، وتحيط بها سلسلة جبلية تبدأ من الشرق حيث يطل جبل الراهش المرتفع، وحتى جبال صبر شمال وشمال شرق تعز، وهي الجبال التي تظهر وتعتلي قممها العالية غيوم السحاب. الكلائبة يحد من الشرق مديرية المصراخ صبير، ويحد من الجنوب جبل الراهش، ويحد من الغرب مديرية جبل حبشي، البويب، منطقة الجرجور، منطقة الأحصاب، منطقة الساحلية، منطقة المقطرية والمحيل وغيرها من المناطق المجاورة لها. تشتهر الكلائبة بأنها أرض الوديان، تربتها خصبة غنية بالمعادن ملائمة لزراعة أنواع مختلفة من الثمار والخضروات، لذا فهذه الأرض تساهم في رفض أسواق تعز باحتياجاتهم من الفواكه والثمار. المنتجات الزراعية، الخضروات والفواكه، ومن ضمنها البطاط والمانجو والكوسة والخيار وكثير من المحاصيل الزراعية التي تشكل عزة الكلائبة، محصول زراعي لمدينة تعز ترفد كثير من الأسواق الزراعية في مدينة تعز. عزلة الكلائبة هي جزء من أرض المعافر التي تاريخها ضارب في القدم، ولا يزال حصن وقرية البويب كما يروي أهل المنطقة أحد شواهد التاريخ لدولة المعافر التي امتدت عاصمتها حتى منطقة جبا أسفل مديرية المصراخ صبر. هذه المنطقة هنا اسمها البويب، كانت يقال إنها كانت البوابة الرئيسية لدولة المعافر. أيضاً يقع هنا في الشرق مدينة جبا، يقال أنها مدينة أثرية وكانت مدينة العلماء فيها، يعني انتشر فيها العلماء. تعتمد كثير من الأرض في تعز على الأمطار الموسمية، حيث يتهيأ سكان القرى في مثل هذا التوقيت للعمل في الفلاحة وزراعة الحقول. أقدم شاب من تعز على إجراء تعديل في مشغله الخاص بخياطة الفساتين النسائية وتغييره إلى معمل لإنتاج الكمامات محلية الصنع، ويهدف الشاب وهو دكتور صيدلاني من وراء هذه الخطوة إلى تعويض النقص الحاصل في الكمامات المستوردة وكسر احتكار البعض لهذا المنتج الذي زادت أسعاره بفعل طلب عليه مؤخرا لاستخدامه في إطار الوقاية من فيروس كورونا.
في مهمة عمل متواصلة يبذل هذان العاملان جهودا مضنية في سبيل إنجاز وتغليف كمية من الكمامات بعد تعقيمها وفرزها. هذه المهمة هي جزء من جهود إسهام الفرد والمجتمع بتعز للوقاية من خطر فيروس كورونا، ولعل خطوات إنتاج الكمامات محلياً التي بدأها الدكتور مشتاق الحميدي الطبيب الصيدلاني ومالك معمل الخياطة في مدينة تعز أحدى هذه الجهود. يقول مشتاق إن تسخيره معمل الخياطة الخاص به لإنتاج الكمامات جاء بعدما لمس شكاوى من الكثير حول ارتفاع أسعار الكمامات المستوردة واحتكار بعض الصيدليات بيعها إثر تهافت الشارع على شرائها في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. الكمامات عدمت من السوق بشكل عام وارتفعت أسعارها بشكل باهظ الثمن. قالت لنا الفكرة أنا وزميلي الدكتور محمد البخاري ببداية عمل أشياء بسيطة من كتعويض الكمامات المش متواجدة في السوق بسبب احتكار بعض التجار لها. يوضح مشتاق كيف بدأت الفكرة التي تبلورت سريعاً ليتم تطبيقها على الواقع مع القرار الذي اتخذه لتحويل المعمل من خياطة الفساتين النسائية إلى إنتاج الكمامات، مشيراً إلى أن زيادة قلق الشارع من تداعيات انتشار الفيروس الذي وصل دول الجوار جعله يتبنى فكرة إنتاج وخياطة الكمامات دون غيرها، باعتبار أن الكمامة هي أولى الوسائل التي يبحث عنها المواطن لتجنب الإصابة من فيروس كورونا، غير أنه لم يتخيل أن يكون الطلب على شرائها كبيراً رغم أنه بدأ إنتاجها على أساس الاختبار والتجريب. طبعاً مكتب الصحة شجع الفكرة هذه بسبب أنه المرض يعني الفيروس الكورونا هذا بدأ يغزو العالم، كمان أيضاً لاقينا في بسبب نقص الكمامات هذه، فبدأنا نقربها على الأشخاص معينين، فحصلنا تشجيع من بعض الشباب من بعض الناس، فتطورت الفكرة إلى كنا نقرب 5 إلى 10 حبات، فتطورت الفكرة الآن إلى آلاف الكمامات. يؤكد مشتاق حصول منتوجه من الكمامات على موافقة مكتب الصحة بتعز باعتبارها مطابقة للمواصفات، وهو ما عزز ثقته وزميله الذي شاركه الفكرة بنفسهما وشجعهما على زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تكثيف الدوام على مدار 24 ساعة لينتج أنواعا مختلفة من هذه الكمامات بقدرة إنتاجية متواضعة تصل إلى 1000 كمامة. طبعاً الكمامات هذه اللي تم تصنيعها في داخل المعامل تم عرضها إلى مكتب الصحة في محافظة تعز. المكتب طبعاً وافق على هذه الفكرة. بعض أنواع الكمامات يستخدم الخياطون فيها مواد الإسفنج الخفيف والقماش الطبي، وآخر قماش الشاش الخفيف وأغطية بلاستيكية تستخدم كفتحة لتهوية الأنف، غير أن جميع الأنواع لابد أن تخضع للتعقيم. لما نزلناهن إلى أصحاب الصيدليات وإلى السوق وإلى الشارع حصلنا تجاوب كبير من الناس، حيث أنه تم تشجيعنا من قبل الصيادلة إنها كمامة يعني توفي بالغرض بسبب سمعة انتشار فيروس كورونا في البلاد الأخرى. رغم أهمية ما يمثله خياطة وإنتاج الكمامات على المستوى المحلي، إلا أن صعوبات لا تزال تعترض طموحات العاملين في هذا المجال، أهمها في نقص الأيدي العاملة المحترفة في خياطة هذا النوع وعدم توفير أسواق تعز للأقمشة الطبية التي تستخدم في صناعة الكمامات. بهذه الفقرة مشاهدين الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وحتى الملتقى في حلقة الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، سقاها الصبح نسبته ولنا. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.
نسبته ولنا.